طيب انا هقول المقادير التقليديه الجميله بتاعتنا العاديه. هنعمل طاجن باميه باللحمه. انا عندي لحمه وسلقاها، وهاخد المرق بتاعها وقطع لحمه دلوقتي في الطاجن ده. عندي لحمه مكعبات وطبعا الباميه، عندي لتر من عصير الطماطم المضروبه في الخلاط ومتصفيه، عندي معلقتين صلصه طماطم لتعزيز اللون، عندي فلفل حار مفروم بيبقى كده قرن فلفل حلو وممكن يبقى بارد بس بيدي تيست جميل، بصله مفرومه، ثوم مفروم، عصير ليمون وده مهم جدا، زيت لو هنعمل بزيت، شوربه اللحمه طبعا، عندي كزبره خضراء، كزبره جافه، ملح وفلفل، ثوم مفروم للطشه، وطبعا بهارات السبع بهارات ممكن احط منهم رشه كده جميله. شرايح بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بنزل البصل طبعا رشه الملح والفلفل. في البيت وبنطبخ انا والله حاطه في المطبخ لازم اتفرج على افلام عربي قديمه. عايزه اقول لكم بقى لازم تقولوا لنا هواياتكم بتحبوا وانتوا بتطبخوا، لان انا عاشقه للافلام الابيض واسود. فبصوا فلاشات وهاردات محطوط عليها افلام كم رهيب، لان هي بصراحه من الحاجات المحببه اللي بحس كده احساس بالاطمئنان، بالاستقرار، بالنفسيه المعتدله، معرفش بحس احساس مختلف، خصوصا بقى لما بعمل حاجه في البيت ومثلا الولاد مش موجودين ومعايا كوبايه القهوه بتاعتي، فالواحد يحس كده احساس عارفين ايه، كانه جاي من الجنه. هي ممكن تبقى مثلا لا تتعدى التلت ساعه ربع ساعه، بس عارفين احساس مختلف. نفسي اعرف بقى حضراتكم في البيت بتعملوا ايه ولازم تقولوا لنا. بصوا بقى انا بشوح البصلايه تشويحه حلوه، بس مش عايزه الونها، بس كمان مش عايزاها تبقى ايه لا تتحمر قوي ولا اسيبها ايه مصفره، بس عايزه برضو ايه اخد طعمها. ولما بطعمها دلوقتي برشه من الملح والفلفل ورشه السبع بهارات ورشه من الكزبره الجافه، حاجه بسيطه بتدي طعم حلو. هاخد الباميه نفسها هنزلها وهنقلبها تقليبه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنزل عليها على طول بعصير الليمون. دي بقى بتدي طعم للباميه في الطهي حلو قوي. بسم الله. بصوا كده. وهاجي بقى هنا كده هاخد شويه من هنا في معلقتين الصلصه اللي هو ايه بطلع بس الماده الحافظه، عشان كده بخليهم في قاع الايه البان بتاعتي. وشويه من القرن الفلفل ده بقى ممكن نحطه كده قرنين، او لو مش عايزين تفتحوه تطلعوا الحراره بتاعته قويه، هنعمله بس كده كام شكه بالسكينه ونحطه سليم، هيدي حاجه من بعيد كده. وهنقلب تقليبه كده تاخد غلوه بس، وبعدين هبدا انزلها في الطاجن بتاعي. هعمل بقى معاها ايه وانا حطاها مع الطاجن؟ يا اما لما تخرج هعملها الطشه بتاعتها، يا اما وهي داخله هخليها كده تتسبك في بعضيها تبقى رائعه. احنا هنا عملنا يعني الحاجتين، عملنا جزء فيه الطشه بعد ما خلصنا وطلع الطاجن، رحت عاملها بس معلقه ثوم مفروم، معلقه كزبره جافه، ولو في كزبره خضراء تمام، الفص الثوم ده، ومش مش هحمره تحمير، انا بس هصفره. وايه وناخد الكزبره دي، عايزين معلقه سمنه ماشي، بس انا بحاول تبقى خفيفه للي بيحب يعني، لكن طبعا لو في معلقه سمنه بلدي هتبقى روعه، ولو في بقى تمام زي ما قال الاستاذ حسين لحمه ضاني يبقى احنا كده من الاخر. هاخد بقى الخليط ده هنزله هنا وهاخدها على الطاجن وهدخلها الفرن. بصوا بقى بعمل حركه في الطاجن اسمحوا لي اعرفها لحضراتكم بس عشان تبقوا عارفينها، والحركه دي هتوفر عليكم وقت المطبخ، وقت الطهي كتير. هرفع بقى الحله الجميله دي هنا ونسمي الله. انا طبعا عشان الفلفل ده مش حار هحط رشه شطه خفيفه، عشان هم هنا الولاد عايزين ياكلوها مش هتشطر شويه. بصوا بقى هعمل ايه. لما بكون هدخل حاجه الفرن في طاجن، والطاجن طبعا خلاص احنا عارفينه، والطاجن متلمع، والطاجن من الحاجات اللي احنا عملنا فيها الاساسيات او شارينه اصلا صالح للاستخدام داخل الفرن، لان بيبقى فيه ليه تبس كتير. مره نعمل حلقه ونشوف التبس، الخطوات بتاعه الطواجن لما ندهنها. انا الطاجن ده عندي عملت فيه ايه بس عشان هو سخن، سخنته في الفرن، يعني وانا بسخن الفرن حطيت الطاجن يسخن معايا لمده تلت ساعه ربع ساعه، الطاجن سخن، فلما هاجي احط الاكل فيه مش هياخد وقت عقبال ما يغلي ويديني الايه اللي انا عايزاه. فاحنا هنحط ده بسم الله الرحمن الرحيم، وهتلاقوا الطاجن ده بسم الله ما شاء الله
ما خدش وقت جوه الفرن خالص في ان احنا نعمل ايه؟ ان هو يعني يسخن وياخد حرارة البامية معاه كده. لو هو ساقع هتلاقوه البامية بردت وهو امتص الحرارة عشان هو يدفي نفسه، وبعدين تبدأ لسه هتاخد وقت اطول. لكن اول ما حضراتكم بتحطوه هو سخن وتعودوا ده في كل الطواجن الخاصة بالخضار اي حاجة في الفرن، بسخن الطواجن زي بالظبط ما بسقع الكاسات وبحطها في الفريزر قبل ما يبقى عندي ضيوف، حتى لو انا مش عندي تلج او عندي تلج بس مش كتير.